بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما احنا عارفين يا جماعه وخدنا قبل كده اول ما عندكم في مقاطع الفيديوهات السابقه اناتوميكال سايتس اوف lymphatic tissue والليمفويد تيشو ان هيدا النك. طبعا الليمفويد تيشو هيدا النك ريفيجن سريع عامله زي الترابيزه اللي احنا بنقعد عليها في النادي. الترابيزه اللي احنا بنقعد عليها في النادي قرص كبير وفي النص فيه عصاية الشمسية كده اهو فيها دائرة صغيرة. طبعا كلنا عارفين الدائرة الصغيرة دي هي مين؟ افتح بقك طلع لسانك واجيب تانج ديبريسور واروح طلع لسانك وافتح بقك واروح قايس على لسان العين عشان اشوف الانر سيركلر تشين او الولدايز رينج اللي هم عبارة عن تو بالاتاين تونسلز يمين وشمال عبارة عن اللينجوال تونسل انتيريوري والنيزو فارينجيال تونسلز بوستيريوري. فدي الليمفويد تيشو اللي في الاوروفانس اللي اسمها انر سيربرا تشين او بارزيك. تقول عليها افتح بقك طلع لسانك وتدوس التانج بريس على التانج تقول اسبكت اربعة تونسلز. بعد كده من الاوتر سيركل تشين يا جماعه تبتدي بقى مين؟ دي المنتال ريجن فتحتها في سب منتال لينف نودز. من القواعد العامه يا جماعه في اللينف نود قبل ما نبتدي ان اللينف نودز معظمها في الهيدا بريك بتتفرز في الصباعين دول اللي هم مين؟ اندكس اند ميدل فينجر. وبتحبوا دايما يا جماعه تحسوا الليمف نودز والسكين والمسلز ستريتشن ولا تحبوا تحسوا والسكين والمسل ريلاكسد؟ هتحس احسن امتى؟ اكيد اما السكين والمسل يكونوا ريلاكسد. عشان كده واحد معايا انا عايز افحص الصابنت الليمف نود لازم احط ايديا في راس العيال واروح اعمل لها فليكشن. فما اعمل فليكشن للنك يبقى انا عملت ريلاكسيشن للسبمنتال ريجن. وانا واقف قدام العيان اهو بالصباعين اللي احنا اتفقنا عليهم هعمل كومبريشن اند روتاتور موفمنت في السبمنتال ريجن. فايد فوق راس العيان ويدخل قدام تو ريلاكس السكين والاستراكشرز اللي في السبمنتال ريجن وبالصباعين اللي احنا اتفقنا عليهم. وده طبعا بحس باليمين لان انا رايت هاند بحس السب منتال ليمف نودز. بعد السب منتال ليمف نود وطبعا خدوا بالكم انا بحس هو من قدام. بالمناسبه على فكره الليمف نود اللي بتحس من قدام كلاسيكال يعني وتحسهم احسن لاربعه دول اللي هي سب منتال والسب منتال يمين وشمال والبريلارينجيال والبريتراكيا اللي فيهم. فالاربعه قدام دول هجيبهم وانا واقف قدام العيان. فانا واقف قدام العيان ميلت راسه قدام وبحس في السب منتال ريجون في الميدل لاين يبقى سب منتال لينف نودز. بعد كده بقى عندنا مين؟ البودي اوف ذا ممبر تحتين في السب منتال ريجون السب مانديبولار لينف نودز يتحس ازاي؟ تمام راس العين في الكرنيشن تو ريلاكس. الليمف نود اللي هنحسها دي يا جماعه السب مانديبولار الشمال ولا اليمين؟ طبعا الشمال. شوفوا هحسها بانهي صوابع بتاعت اللي هي ال يمين. السب مانديبولار لينف نود بقى الفن جدا في الرولينج بتاعها. الرولينج بتاعها ان انا هروح اخلي صباعي ده اتنيه كده اهو عشان يبقى زي الخطاف واحط ده في السب مانديبولار ريجن تحت المانجل واعمل رولينج على اللور بوردر زمان فبالفينجر تيبس وهي عامل زي الخطاف بعمل رولينج
للسبمانديبولار ريجون على اللور بوردر اوف ذا مانديبولا. ماشي. وزي ما انتم شايفين الشمال فحصها مين؟ باليمين والعكس. امعي راسب عينك في الاكزامينشن وريلاكس. والسبمانديبولار باليمين، شايفين هتفحصها باليمين؟ باليد العكسيه بالشمال. وهي زي الخطاف وعمل لها رولينج على اللور بوردر اوف ذا مانديبولا. وطبعا تمسح وتغطي السبمانديبولار ريجن كلها. وزي ما انتم عارفين السبمانديبولار ريجن تمتد من السيبس منتاي لحد الانجل اوف ذا مانديبولا. فكل الحته اللي تحتيها دي تحت البودي بمسحها اهي بعد الرولينج على اللور بوردر اوف ذا مانديبولا. ماشي. حكمتها ايه بقى يا جماعه؟ ليه بتعمل رولينج على اللور بوردر اوف ذا مانديبولا؟ لان يا جماعه اشهر سويلينجز ان هو مين؟ الكومنست سويلينج في السب مانديبولار ريجون السب مانديبولار لينف نود الارجنت. طب السكند كومنست سويلينج مين؟ السب مانديبولار سليفري جلاند الارجنت. وهنا السؤال المشهور بقى، ازاي تفرق السويلينج اللي في السب مانديبولار ريجون؟ لينف نود الارجنت من سليفري جلاند الارجنت. مبدئيا طبعا اكيد في فرق في النمبر. الليمف نود يا جماعه النمبر بتاعتهم اتفقنا ايه؟ اولويز مالتيبل سويلنج. بينما السليفري جلاند سويلنج هتكون سنجل. الحاجه الثانيه الحركه اللي انا بعملها دي يا جماعه اللي انا بلف على اللور بوردر اوف ذا مانديبولا. مين السوبرفيشال قوي قوي اللي تحت ايديا واعمل لها رولنج على اللور بوردر اوف ذا مانديبولا؟ الليمف نود ولا السليبري جلاند؟ طبعا تنفرد الليمف نود اللارجمنت بان هي لا اقدر اعمل لها رولينج على اللور بوردر اوف ذا مانديبولا. السليبري جلاند نيفر ان انا اقدر اعمل لها رولينج على اللور بوردر اوف ذا مانديبولا. وفي حاجه ثالثه يعني ما تخصناش قوي يعني ان انا ممكن افرق السليبري جلاند اللارجمنت من الليمف نود اللارجمنت ان انا اقول للعيان افتح بقى وانا لابس جوانتي طبعا. احس السويلنج بصباع في الصفحه دي رانيش من ناحيه الجلد وصباع تاني في الفلور زي ماوس. ايه رايكم؟ مين اللي هتحس احسن على الجلد هنا؟ السوبرفيشال اللي هي الليمف نود. بينما مين اللي هيتحس احسن في الفلور زي ماوس؟ الديب اللي هي السليبري جلاند سويلنج. فالفرق السبب ان الانترنال لينف نود اللارجمنت من السليبري جلاند اللارجمنت هون بانها مالتيبل اللينف نود طبعا مالتيبل اقدر اعملها رولينج على اللور بوردر اوف ذا مانديبول وبالباي مانوال اكزامينشن اللي هو بدايه الاثنين بتتحس على جلد اللينف نود احسن ما يمكن. بينما السليبري جلاند سنجل ما اقدرش اعمل لها رولينج على اللور بوردر اوف ذا مانديبول وفلت احسن ما يمكن فل في اللور بوردر اوف ذا مانديبول. بعد ما فحصنا السب مانتر والسب مانديبولر لازم بقى نكمل فحص الاوتر سيركولار تشين. الاوتر سيركولار تشين اللي احنا بنشبهها انها قرص الترابيزه اللي بره الحرف اللي بره ده بتاع القرص عباره عن سب بنتر وسب مانديبولا. وارجع لي بقى ورا ترجع لي ورا بقى عشان احس مين؟ انا طبعا اللي برجع ورا الدكتور عشان احس على خدها. لينف نود كده ما بقاش كلينيكال سيجنيفيكانس اسمها باكالولا لينف نودز. ثم اسمها ايه دي بقى؟ دي اسمها الاوريكل. الاوريكل يا جماعه ريليتد للثلاث مجموعات من اللينف نودز. قدام الاوريكل طبعا الحته دي يا جماعه من الاوريكل اسمها تريجس اوف ذا اوريكل. جاست قدام التريجس في البري اوريكيولار لينف نود. طب ورا الاوركل ورا الاوركل حط ايديك هنا هتلاقي في عظمه اللي اسمها ماستويد بروسيس. في هنا اهو اللينف نود اسمها بوست اوريكيولار او اسمها الثاني ماستويد لينف نود. الاوركل دي الحته دي منها اللي هي الطريه دي اسمها اللوبيول اوف اير. اللوبيول اوف اير دي يا جماعه حواليها في باروتد سليبري جلاند
والبروتد فاشيا وحوالي اللوف اير ريليتد للبروتد سيربال جلاند والبروتد فاشيا لينف نودز اسمهم سوبرفيشال اند ديب بروتد لينف نودز. نفحصهم بقى ازاي؟ الاثنين في نفس الوقت مين وشمال بالاثنين بالصبعين اللي احنا متعودين عليهم اندكس ومين. هفحص قدام التريكس اوف ذا اوريجن يبقى انا بفحص مين؟ البري اوريكولار لينف نودز. بعد كده هفحص ورا الاوريجن افحص ورا الاوريجن اهو بفحص ورا الاوريجن على الماستويد بروسيس يبقى دي البوست اوريكولار لينف نود باي كومبريشن اند روتات ريموفد. اوكي بعد كده بقى حوالين اللوبيول اوف اير حوالين اللوبيول اوف اير من قدام ومن تحتها قدام كده اللوبيول وتحت اللوبيول اوف اير بحس الباروتد لينف نودز فقدام الاوريكل وقدام التريجس دي اسمها صغيره التريجس فقدام التريجس اوف ذا اوريكل بري اوريكل ورا اوريكل على الماستويد بروسيس بوست اوريكولار او ماستويد لينف نود الاسم التاني بتاعها ماستويد وحوالين اللوبيول اوف اير بحس الباروتد لينف نودز. فاضلنا بقى زي ما انتم عارفين في الاوتر سيركل تشين مين لينف نودز على الاوكسيبيتال بون على الاوكسيبيتال بون عند تلقي الاستيرنوماستويد زي ما انتم عارفين الاستيرنوماستويد دي اللي هي الزق ده جامد المصل دي اللي في السايد اوف ذا نيك اهي دي الاستيرنوماستويد عند تلقي الاستيرنوماستويد مع زق ده جامد مع العضله دي العضله اللي في الظهر دي يا جماعه اللي اسمها ترابيزيوس عند تلقى الترابيزيوس مع الاسترنوماستويد على الاوكسيبيتال بون دي المنطقه اللي اسمها الايبكس اوف ذا بوستيرو تراينجل وعلى الاوكسيبيتال بون في لينف نودز اسمها الاوكسيبيتال لينف نودز الاوكسيبيتال لينف نود دي بقى محتاجه فن حيث انها ما بين الاسترنوماستويد والترابيزيوس يبقى ريلاكس الاسترنوماستويد بين انها راس العين ناحيه الاكزامينشن وحيث كمان انها ريتد الترابيزيس يبقى ريلاكس الترابيزيس بين انا اجيب راس العين بوستيرو اما تنايل راس العين على فكره لاترالي تو ريلاكس الاسترنوماستويد وبوستيرو تو ريلاكس الترابيزيس يبقى انت مايل راس العين ازاي؟ بوسترو لاترالي فانا مايلت العين اهو لاترالي وبوستيرو يعني بوسترو لاترالي تو ريلاكس منطقه الابيكس اوف ذا بوستيرو ترانجل وشايفين بقى صباح واحد يبقى بصل فين؟ للاكسبيتال بون اللي هي واحده من العظمه بتاع السكال اهي عند تلاقي الاسترنوماستويد مع الترابيزيوس ويبقى دي محاوله البالبيشن اوف اوكسبيتال لينف نودز حاسس الابيكس اوف ذا بوستيرو ترانجل كويس اهو وانا بدايه فيه تعمل رولينج على العظمه اللي اسمها الاوكسيبيتال بون. نفس الكلام على الناحيه الثانيه. هروح معايا راس العين لاترالي تو ريلاكس استيرنوماستويد وبوستيرلي تو ريلاكس الترابيزيس يعني بوسترو لاتر وادي اهو الاندكس والميدل فينجر في الايبكس اوف ذا بوستيرو ترانجل بحس الاوكسيبيتال لينف نودز على الحاجه الناشفه اللي هي الاوكسيبيتال بون. ويبقى دي الاوتر سيركولار تشين السبمنتال والسبمانديبولار كلاسيكالي وتيبيكالي بيتحسوا من قدام ثم الباقيين بقى كلهم من ورا سواء كان باكل والاثنين في نفس الوقت او بري اوريكولار او الباروتد او البوست اوريكولار او طبعا الاوكسيبيتال لينف نودز. بعد الاوتر سيركولار تشين نبتدي بقى لل لينف نودز اللي في السايد اوف ذا نيك. الليمف نودز اللي في السايد اوف ذا نيك دول بقى عباره عن مين؟
الليمف نودز اللي في السايد اوف ذا نيك دول يا جماعه اللي اسمهم الديب سيرفايكال ليمف نودز. تيبيكالي الديب سيرفايكال ليمف نودز دول يا جماعه دول ديب توستينوماستويد along the internal jugular vein. السيرفايكال ليمف نودز بتتقسم اناتوميكالي بقى الانترميديت تندون اوف ا ماسل اسمها اوموهايويد. الاوموهايويد دي يا جماعه ليها انترميديت تندون معدي على الانترنال جاجولار. فلو الانترنال جاجولار فين كده وعليه الديب سيرفايكال ليمف نودز راحت معديه كده والانترميديت تندون اوف اوموهايويد. فكده اتقسمت الليمف نود لحبه فوق وحبه تحت. الانترميديت تندون اوف اوموهايويد. الليمف نودز اللي فوق دي اللي اسمهم الابر ديب سيرفايكال. طب واللي تحت الانترميديت تندون هتبقى مين؟ لور ديب سيرفايكال. الابر ديب سيرفايكال في واحده منهم متسميه هنا جاست. طبعا دي هنا ده المندبل الريمس بتاعه ده الريمس اوف ذا مندبل وده البودي اوف ذا مندبل وهنا محسوس فينا كلنا الانجل اوف ذا مندبل جاست بيلو اند بيهايند ذا انجل اوف ذا مندبل. في لمف نوديه مشهوره قوي اسمها جاجيولو دياجاستريك لمف نود وزي ما احنا عارفين من اناتومي ان اسمها جاجيولو دياجاستريك عشان طلاق البوستيرو بيلي اوف دياجاستريك مع الانترنال جاجيولار فين فيبقى دي اسمها جاجيولو دياجاستريك لمف نود. وعند تلاقي الانترميديت تندون اوف اوموهايويد مع الانترنال جاجيولار فين في جاجيولو اوموهايويد لمف نود. يتلاحظ بقى الكلام ده ازاي؟ بنميل راس العيان تو ريلاكس الاستيرومستايد واحاول احس بايديا كده هو الاثنين بصابعي الاندكس والميدل من ناحيه والصم من ناحيه واحاول اهو كده بايديا اعمل كومبريشن وروتاتور موفمنت على الانتيرو بوردر وبالصباع ده على البوستير بوردر وديب توستيرومستويد. يبقى ده الابر ديب سيرفايكال لينف نود وبالذات وانت بتحس هنا بيلو اند بيهايند ذا انجل اوف ذا ماندبل يبقى انت بتحس مين؟ اللينف نود اللي اسمها جاجيولو دياجاستريك لينف نود. الكلام ده يتكرر تحت. يتكرر من هون تحت فين؟ عند اللور بارت اوف ستيرومستويد. والستيرومستويد اهي يا جماعه ذوق ده يا جماعه العضله دي شايفين العضله البارزه دي هي دي اللي اسمها الستيرومستويد. فعند الابر بارت بتاعها حسيت الايه؟ الابر ديب سيرفايكال. طب اللور بارت بتاعها بقى اروح ماسك كده اللور بارت بتاع الستيرومستويد وهعمل اعمل رولينج وكومبريشن وروتاتري موفمنت. بس خد بالك بقى ايه هو الليفل الفاصل والقاطع ما بين الابر ديب سيرفايكال واللور ديب سيرفايكال؟ في الاناتومي اتفقنا الانترميديت تندون وفوم هايويد. طب كلينيكالي مين الليفل الفاصل والقاطع؟ طبعا زي ما انتم شايفين دي يا جماعه تفاحه ادم اللي اسمها ايه؟ السيرويد كارتريج. تحتها في الدبله دي اللي اسمها كريكويد كارتريج وهو ده الليفل الفاصل والقاطع بتاعه. عند الليفل اوف كريكويد كارتريج الليمف نود اللي فوقيك ابر ديب سيرفايكال والليمف نود اللي تحتيك هتبقى لور ديب سيرفايكال. ماشي. اللور ديب سيرفايكال فيها فن برضو يا جماعه في ايه؟ انا بحس اهو بلو ذا ليفل اوف كريكويد كارتريج بس خد بالك ان في ليمف نود كتير قوي من اللور ديب سيرفايكال متبحتره هنا ورا في السوبرا كلافيكولار فوسا واسمها سوبرا كلافيكولار لينف نود. عشان كده انا اقدر اقول لك كلاسيكالي كنا بنقسم دايما اللور ديب سيرفايكال دي لانتيرو بارت اللي هو ديب توستيرومستويد وبوستيرو بارت اللي اسمهم سوبرا كلافيكولار لينف نود. فدي هي هي البوستيرو بارت اوف اللور ديب سيرفايكال اللي هي هي السوبرا كلافيكولار لينف نود ودول يا جماعه بيتفحصوا الاثنين في نفس الوقت. بعمل كومبريشن اند روتاتري موفمنت في السوبرا كلافيكولار فوسا.
في ملاحظه بقى مهمه جدا ان بالذات الليفت سوبرا كلافيكولار لينف نود دي الليفت سوبرا كلافيكولار لينف نود دي التي يطلق عليها فيركاوز جلاند فيركاوز جلاند او في بعض العلماء والدكاتره بيقولوا عليها فيرشاوز جلاند بس انا تندنج يعني متربي على فيركاوز جلاند لو اتقالت فيرشاوز مش غلط طبعا خد بالك يبقى الديب سيرفايكال كلها لينف نود بتتفحص والعيان مميل راسه ايديا كده هو فوق راسه متميلها ناحيه الاكزامينيشن وحسيت اباف ذا ليفل اوف كريكويد كارترج باي كومبريشن اند روتاتري موفمنت انتير وبصير وديب توستيرومستويد يبقى ده الابر ديب وبعدين بيلو ذا ليفل اوف كريكويد كارترج اللور ديب اللي هي جزئين انتير بار ديب توستيرومستويد والبصير بارت اللي هما الاثنين بيتحسوا في نفس الوقت اللي هما السوبراكلا بيكلار ماشي طبعا اللي اتعمل على الشمال هو اللي هيتعمل على اليمين يلا ريفيجن حماية راس العيان ناحيه الاكزامينيشن واباف ذا ليفل اوف كريكويد كارتج هروح اهو بالاندكس والميدل فينجر انتيرولي والصم بوستيرولي واعمل كومبريشن وروتاترو موفمنت على الانتير بوردر والبوستير بوردر وديب تو ستيرنوماستويد اللي اتعمل اباف ذا ليفل اوف كريكويد كارترج الابر ديب سيرفايكال هيتكرر تحت بيلو ذا ليفل اوف كريكويد كارترج للانتيرور بارت اوف لوور ديب سيرفايكال والبوستير بارت اللي هم السوبرا كلافيكولار مع الملاحظه دي الرايت سوبرا كلافيكولار خد بالك الرايت سوبرا كلافيكولار مالها ما اسمهاش حاجه ثانيه هي رايت سوبرا كلافيكولار الفرشاو او الفركاوز جلاند دي الشمال بس لانها اهميه كلينيكالي ان شاء الله كلكم هتعرفوها في المالجنس والحاجات دي بعد يا جماعه ما فحصنا الابر والدور ديب سيرفايكال لينف نود لازم بقى اطلع لقدام اطلع لقدام عشان احس ايه طبعا زي ما انتم عارفين السيروت كارتج والكريكويد كارترج ما بينهم في ممبرين اسمه كريكو سيرويد ممبرين اسمها ايه المنطقه دي هي عباره عن السيرويد والكريكويد كارترج وكريكو سيرويد ممبرين دي منطقه اللارينكس والليمف نود اللي قدامك هيبقى اسمها ايه على جوانب الميدل لاين كده يمين وشمال دي اسمها البري لارينجيال ليمف نود او اسمها الثاني ديلفيك ليمف نود فالديلفيك ليمف نود او البلي لانجيا ليمف نود دي بقى هتتحس ازاي بس وبعدين بتوع كل مره بس خد بالك بقى تكون لازق على جوانب الميدل لاين على جوانب الميدل لاين شمال ويمين الميدل لاين كده واروح اقلب ده كده عند فين بقى بالظبط؟ على جوانب السيروت كارترج وعلى جوانب الكريكو سيرويد ممبرين اهي يمين وشمال اوكي بعد البريلان انجل او البريلان انجل الليمف نود اللي هي الدلفك في الميدل لاين قدام التراكيه في نوع الليمف نود اسمها بري تراكيه الليمف نود فقدام التراكيه نفحص البري تراكيه وطبعا كلكم عارفين ايه اهميه الابر ديب سيرفايكال واللور ديب سيرفايكال والبري لارينجل والبري تراكيه الليمف نود دول الليمفاتيك درينج اوف ذا سكند كومن سويلنج ان ذا نك مين السكند كومن سويلنج في النك سيرويد جلاند انلارجمنت المرض الشهير بجويتر وزي ما انتم عارفين الجويتر للاسف قد يكون مالجنانت جويتر فاروح اعمل لك متاسيس في الابر واللور اكس سيرفايكال والجرين انجل بيتراكيال ليمف دي يا جماعه على فكره الكلاسيكال اكزامينيشن والروتين اكزامينيشن والروتين كلاسيفيكيشن للسيرفايكال ليمف نودز في بقى ريسنت كلاسيفيكيشن ريسنت كلاسيفيكيشن طلعوها كده الجراحين في السنتين الثلاثه الاخرين
بيقسم لك السيرفايكال لينف نودز الى 6 ليفلز. 6 ليفلز. ايه 6 ليفلز دول؟ قال لك اولا كل الليمف نودز تتفحص من ورا العيان. فالسيرفايكال لينف نودز هنفحصها كلها من ورا العيان في طريقه ريزه. ويقول لك ال 6 ليفل بقى دول مين؟ الاوتر سيربرال تشين دول كلهم. ليفل 1 اوتر سيربرال تشين دول كلهم اللي هم سبمانديبلر بري اوريكلر باروتو بوست اوريكلر اوكسيبيتال دول كلهم ليفل 1. طب وبعدين؟ قال لك اللي في السايد اوف ذا نيك دول اللي هم الديب سيرفايكل نقسمهم لابر ديب سيرفايكل ريليتد للابر بارت اوف الستيرومستويد. ابر ديب سيرفايكل ريليتد تو ذا ابر بارت اوف الستيرومستويد. ميدل ديب سيرفايكل الميدل ديب سيرفايكل دول ريليتد للميدل بارت اوف الستيرومستويد. واللور ديب سيرفايكل ريليتد تو ذا لور بارت اوف الستيرومستويد. فبقى دول الثلاثه ليفلز. فليفل 1 كان مين؟ الاوتر سيركولار تشين. ليفل 2 upper deep cervical. ثلاثة middle deep cervical. ليفل 4 lower deep cervical. طب ليفل 5؟ ليفل 5 بقى تفحص لي البوستيرو ترانجل. البوستيرو ترانجل الليمف نودز اللي فيه يقول لك ده ليفل 5. كل الليمف نودز اللي في البوستيرو ترانجل انكلودنج السوبرا كلافيكا ده ليفل 5. امال بقى مين ليفل 6؟ البري لارينجل والبري تراكيال الليمف نودز. فدول التقسيمه الحديثه اوتر سيركولار تشين ليفل 1 الديب سيرفايكل اتقسمت ليفل 2 3 4 اللي هي ابر ميدل لور ديب سيرفايكل. ليفل 5 الليمف نودز اللي في البوستيرو ترانجل. ليفل 6 بري لارينجيال اند بري تراكيال. وقال لك بقى في الطريقه الحديثه اللي يعني ريكومندد يعني ب ماني سيرجنز ان تفحص كل الجماعه اللي احنا قلناهم دول من ورا العيان. فبص بقى من ورا العيان هنعمل ايه؟ من ورا العيان بحط الايه الاثنين ولو انا الطريقه دي ما بحبهاش يعني ومش متعود عليها بايديك الاثنين تفحص السب منتال انفلوينت في الميدل لاين بيلو سيرفيس منتال. ثم بايديك الاثنين تفحص السب مانديبل برضه برولينج على اللور بوردر زمان. ثم بايديك الاثنين بط وبري اوريك وباروت وبوست اوريك واوكسيد تاخدهم كده على طول من ورا عينك. ثم ابر بارت اوف الستيرنوستويد. ابر بارت اوف الستيرنوستويد يبقى بتفحص مين؟ ابر ديب سيرفايكل. طب في الميدل اوف الستيرنوستويد ميدل ديب سيرفايكل. طب في اللور بارت اوف الستيرنوستويد لور ديب سيرفايكل. طب لو فحصنا بقى في البوستيرو ترانجل تبقى ليفل كام؟ ليفل 5. ومن ورا العيان برضه من ورا العيان برضه تفحص على جوانب اللارنكس البري لارنجيال والبري تراكيال. فدي طريقه اخرى وحديثه سجلت هون في الكام سنه الاخرين. ويبقى ده هاو تو اكزامن كلاسيكالي وتيبيكالي الطريقه الاولانيه السيرفايكال لينف نودز وريسنتلي والتقسيمه الجديده بتاعه ال 6 ليفلز والاكزامينشن اوف 6 ليفلز اوف سيرفايكال لينف نودز.